فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو كان هناك عبد قد تزوج بأربع ثم أسلم وعتق على الفور، فهل يطلقهن ويبقي اثنتين؟ نعم. يقول: لو كان هناك عبد قد تزوج بأربع ثم أسلم وعتق فورا، فهل يطلقهن ويبقى على اثنتين؟ طلقهن كيف؟ أعيد السؤال. يقول: لو كان هناك عبد قد تزوج بأربع ثم أسلم وعتق فورا، فهل يطلقهن ويبقى على اثنتين؟ ليش؟ لأنه صار حر، لكن يراجع المحكمة في هذا، تنظر في هذا العقد نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.